أهلا وسهلا فيك طلابي وطالباتي في مساقنا مراسلات تجارية باللغة العربية. اليوم راح نتعرف سوا على أول أنواع المراسلات اللي راح ندرسها، ألا وهي مراسلة الاستفسار. راح ندرس في هذا الفصل العناصر الرئيسية لمراسلة الاستفسار، آلية صياغتها وأنواعها، وراح نتعلم مع بعض كيف نكتب مراسلة استفسار. عندنا 5 عناصر رئيسية لمراسلة الاستفسار. العنصر الأول الشمول، أي أن تكون مراسلتي شاملة لكل الاستفسارات المراد الحصول على رد إلها. العنصر الثاني اللباقة، أي أني عندما أكتب مراسلتي تحتوي على عنصر اللباقة والمجاملة للمرسل إليه. العنصر الثالث أختار الوقت المناسب للاستفسار. الرابع إذا كنت بحتاج كتالوجات أو قوائم أسعار أطلب من المرسل إليه إنه يزودني بهذه الكتالوجات أو القوائم الأسعار. البند الخامس ذكر السبب اللي دفعنا للاستفسار، وبنحتاج في مراسلات الاستفسار عن أشخاص أو مراسلات طلب معلومات إني أذكر السبب اللي دفعني للحصول على هذه المعلومات أو الاستفسار عن هذا الشخص. ننتقل للجزئية الثانية اللي بنحكي كيف بدنا نصيغ مراسلة الاستفسار. في البداية لما ببدأ أصيغ مراسلتي في موضوعها أبدأ بمدح الشركة المرسل إليها، وهنا بيتطلب من كاتب المراسلة إنه يبدأ رسالته بمدح الشركة التي يرغب بالحصول على معلومات منها، وذلك من باب المجاملة ومحاولة بداية علاقات طيبة بين الشركتين. من العبارات الشائعة الاستخدام على سبيل المثال، نحن نتطلع لبناء علاقات تجارية مع شركتكم الموقرة، أو لقد سمعنا كثيرا عن شركتكم الرائدة وبنحدد المجال اللي هي رائدة فيه، أو ممكن لقد رأينا عينة من منتجاتكم أثناء زيارة حديثة للمعرض، وبنبين إنه إحنا شو الخطوة التالية المقدمين عليها. هذه الكلمات هي كلمات فقط للتنويه، مع عندما تتملك الخبرة في الكتابة تستطيع أن تكتب كلمات أفضل من هذه أو عبارات أفضل من هذه. 2 طلب المعلومات المراد الاستفسار عنها. مع مراعاة مقومات نجاح موضوع المراسلة التي تم ذكرها بالوحدة الأولى، إني أنا أبين المعلومات اللي أنا بدي إياها، على أن تكون المعلومات واضحة وشاملة ودقيقة، وممكن أستخدم العبارة على سبيل المثال: نرجو من سيادتكم تزويدنا بالمعلومات التالية، أو نرجو من سيادتكم تزويدنا بأحدث كتالوجاتكم، أو نرغب بالاطلاع على أحدث الموديلات أو المعلومات المطلوبة. بغرض ببين ليش أنا محتاج هذه المعلومات. صيغة البند الثالث بالصياغة، إنهاء المراسلة بطريقة لطيفة تؤكد على الرغبة في التعاون المستقبلي، وعلى سبيل المثال في العبارات المستخدمة: نرجو سرعة الرد حتى نتمكن من سرعة طلب البضاعة، أو آملين من سيادتكم التكرم بسرعة الرد، أو سرعة ردكم الكريم يمكننا من طلب البضاعة. ننتقل لأنواع مراسلات الاستفسار. تنقسم مراسلات الاستفسار بشكل عام إلى 3 أنواع. أول نوع مراسلات الاستفسار عن بضاعة أو خدمة. ثاني نوع مراسلات الاستفسار عن معلومات. ثالث نوع مراسلات الاستفسار عن أشخاص. نيجي نفسر النوع الأول اللي هو مراسلات الاستفسار عن بضاعة أو خدمة. هي المراسلة التي يسعى من خلالها المرسل الحصول على معلومات متعلقة بسلعة أو خدمة معينة، ويمكن أن تشتمل على المعلومات التالية: مواصفات السلعة، سعر السلعة، شرط الحصول على السلعة أو الخدمة، شروط الدفع، الاستلام، الخصم، شروط التسليم، وإلى آخره. 2 مراسلات الاستفسار عن معلومات. هي المراسلة التي يسعى من خلالها المرسل الحصول على معلومات متعلقة بموضوع معين غير متعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة من الشركة، على سبيل المثال آلية تعامل تجاري معين، أو أمر قانوني متعلق بالتجارة، أو معلومات لأغراض البحث العلمي. 3 مراسلات الاستفسار عن أشخاص. وهي المراسلة التي يسعى من خلالها المرسل الحصول على معلومات متعلقة بشخص معين، يمكن أن تشمل هذه المعلومات على سبيل المثال المركز المالي لشخص معين،
أو سمعة شخص معين، أو الاستفسار عن شخص متقدم لوظيفة معينة عند مدراء السابقين، أو الاستفسار عن خريج مثلا. في النوعين السابقين، أي نوع الاستفسار عن معلومات أو نوع الاستفسار عن أشخاص، بتطلب على كاتب المراسلة توضيح الحاجة إلى هذه المعلومات، ما أسباب الحاجة لهذه المعلومات، التأكيد على أهمية المعلومات التي سيرسلها المرسل إليه في عملية اتخاذ قرار، والتنويه أن هذه المعلومات ستكون سرية إذا تطلب الأمر ذلك. عندنا نشاط، أرجو منك عزيز الطالب عزيزتي الطالبة أنه أنت تحلوا النشاط وتجربوا تكتبوا مراسلة بعد استكمال الفيديو الخاص فينا. الآن راح ننتقل ل كيف بدي أكتب مراسلة. أول إشي بدي أوضح لكم الأجزاء الرئيسية للمراسلة. أخذنا بالفصل الثاني أنه الأجزاء الرئيسية للمراسلة اللي هي الترويسة، اللي بتحتوي على مجال عمل الشركة وشعارها باللغة العرب، ومجال العمل اسم الشركة ومجال عملها وشعارها، وأيضا ترجمة ذلك باللغة الإنجليزية. بما أنه المراسلة اللي قدامنا اليوم على سبيل المثال مراسلة صادرة من وزارة الاقتصاد، فعلى اليمين أنا ببين اسم الوزارة أو اسم المؤسسة، بالوسط الشعار، وبالجهة اليسرى ترجمة ذلك باللغة الإنجليزية. إذن الترويسة أول عنصر بعناصر المراسلة الرئيسية. ثاني عنصر التذييل. التذييل بيحتوي على أرقام هاتف للمؤسسة أو للوزارة أو للجامعة إلى آخره، موقع إلكتروني، بريد إلكتروني، فاكس، موقع الوزارة أو موقع المؤسسة، إذا في مواقع تواصل اجتماعي ممكن تضاف، إذا في أكثر من فرع ممكن يضاف، إذا في فروع كثيرة كل فرع بيكون له ترويسته الخاصة فيه. ثلاثة من الأجزاء الرئيسية بعد الترويسة والتذييل، من الأجزاء الرئيسية للمراسلة التاريخ واليوم. التاريخ جزء أساسي من مراسلتي، مهم جدا في كل مراسلة إني ما أنسى التاريخ. التاريخ والموافق، الموافق يكتب باللغة الميلادية، أما التاريخ يكتب بالصيغة عفوا الهجرية. البند الرابع من العناصر الرئيسية لمراسلتي، ألا وهو لمين أنا مرسل المراسلة، اسم المرسل إليه ومسمى المرسل إليه الوظيفي، اسمه ومسمى الوظيفي. البند الخامس بالأجزاء الرئيسية التحية الافتتاحية، إما السلام عليكم أو تحية طيبة وبعد. البند السادس الموضوع، يكتب الموضوع في وسط المراسلة بطريقة مختصرة وواضحة. البند السادس موضوع المراسلة تقسيمته، تحية افتتاحية، شكر وتقدير للجهة ومجاملة، الموضوع اللي أنا بحاجة إله، ثم بختم في تحية ختامية للموضوع. الجزء السادس تحية ختامية للمراسلة ككل، ثم بعد ذلك توقيع مرسل المراسلة، توقيعه بالوسط، مسماه الوظيفي، اسمه، والتوقيع. التوقيع بيكون إما أسفل الاسم أو بين المسمى الوظيفي والاسم، وممكن في بعض المرات تلاحظوا أنه يكتب الاسم بداية ثم المسمى الوظيفي، والتوقيع بيكون بينهم، يعني إما بيكون المسمى الوظيفي بالأعلى بعدين الاسم، أو بيكون الاسم بالأعلى والمسمى الوظيفي أسفل منه. هيك صار عندنا واضح الأجزاء الرئيسية. نيجي للأجزاء الثانوية في المراسلة. الإشارة المرجعية، أي رقم المراسلة. رقم المراسلة هو لأرشفة المراسلة لدى كاتب المراسلة أو السكرتير، فيضع لها رقم ليساعده في الرجوع إلها. هذا البند الأول. البند الثاني النسخ. النسخة هي عنصر ثانوي من عناصر المراسلة. الحروف الأولى لاسم وكاتب المراسلة
مين الشخص اللي كتب المراسلة بيكون بخط صغير موقع الحروف الأولى لاسمه. هذه أهم الأجزاء الثانوية. نيجي الآن، أنا بدي أكتب مراسلة استفسار عن خريج، وبدي أخلي هذه المراسلة طالعة من وزارة الاقتصاد لجامعة الإسراء، وبدي أخاطب فيها عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء عشان أستفسر عن خريج أو خريجة. أول إشي بوجه الاسم المرسل إليه، وبحط هنا لفظة لتبين نوع من الاحترام لهذا الشخص، اللي هي سعادة، عطوفة، سيادة، معالي، فخامة. هذه المسميات هي كنوع من التعظيم والتبجيل والاحترام للشخص المرسل إليه المراسلة. هنا حفظه الله أو المحترم هو نوع من أيضا الاحترام أو الدعاء له. المسمى الوظيفي للمرسل إليه، شو الوظيفة اللي بيحتلها هذا الشخص؟ شو الوظيفة أو المنصب اللي تعود لهذا الشخص؟ بكتبها. بعدين الموضوع بيكون واضح، استفسار عن خريج أو عن خريجة، أو ممكن أكتب اسم الخريج في العنوان أو الخريجة في العنوان، ولكن ليكون قصير بكتب استفسار عن خريجة أو عن خريج. واضح؟ ثم بعد ذلك بنتقل بكتابة المراسلة لتحية افتتاحية لموضوع المراسلة. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، بعض الكلمات اللطيفة اللي بأبدأ فيها مراسلتي. ثم بعد ذلك أبدأ بمجاملة الشخص أو المؤسسة أو الشركة اللي أنا مرسل إلها المراسلة، وهذه لأني أنا بدي أبعث لجامعة فاخترت بعض الكلمات المناسبة لأني أتشكر الجامعة على خريجيهم، أنهم هم مؤهلين لسوق العمل، وأنه هذه الجامعة قادرة على تخريج جيل مميز ولديه القدرة على أو لديه المهارات الكافية. أي العبارات اللي أنا بخبرتي بلاقيها مناسبة بكتبها، وهذا التدريب هو اللي بولد هذه الكلمات الموجودة عندك. ثم بعد ذلك تضاف كلمة بالإشارة للموضوع أعلى، بمعنى أنه أنا ككاتب رسالة أشير لهذا الموضوع بالأعلى، أي الاستفسار عن خريج، وبأطلب منه ما هو الشيء اللي أنا بدي أستفسر عنه بطريقة لبقة. نود من سيادتكم تزويدنا بالمعلومات الكافية عن الخريجة، بأكتب اسمها، فرضا هذا الاسم هو اسم افتراضي، وبنوه أنه هي تخرجت من كلية العلوم الإدارية والمالية في الفصل الدراسي الأول لعام 2019، وببين أسباب اللي دفعتني أستفسر عن هذه الخريجة. إذ حصلت الخريجة على عقد سنوي للعمل في الوزارة، وبناء على توصياتكم سيتم الأخذ بعين الاعتبار استكمالات العام إجراءات العمل لدينا. ثم بعد ذلك أختم مراسلتي بتحية ختامية للموضوع المراسلة. هذه التحية الختامية متعلقة بالموضوع، هذه التحية الافتتاحية متعلقة بالموضوع، لكن المراسلة ككل لها تحية افتتاحية ولها تحية ختامية. وبحكي إنه بتحيتي الختامية للمراسلة تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، أو وقبلوا التحية، أو دمتم ذخرا في عملية التعليم والتعلم، أو أطال، يعني حسب طبيعة الرسالة أنا بأختم تحية الختامية فيها، بحيث تكون تحية الختامية متناسقة مع موضوع المراسلة. ننتقل للتوقيع، مين الجهة اللي بعتت المراسلة بدها توقع؟ بتمنى أنه تكون الأمور واضحة، أرجو منكم أنتم تتدربوا على كتابة مراسلات بالثلاث أنواع، استفسار عن خدمة، استفسار عن معلومات، استفسار عن خريج، بطريقة تمكنكم من فهم الموضوع وتملكه. أرجو أن يكون الشرح واضح. أي استفسار ما تترددوا تتواصلوا معنا من خلال بوابة التعليم الإلكتروني الخاصة بجامعة الإسراء، أو من خلال لقاءاتنا عبر منصة الزوم. دمتم بود.